ثلاث واربع، والله ثلاث واربع دقيقة. هذه الأولى، ثانية، ثالثة، وبرم. هذه الأولى، هذه الثانية، ثالثة، الرابعة يا مجنون. ياهو في وجهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد اليوم، جايكم مقطع تحدي. في أحد من المتابعين تحداني تحدي، قال أتحداك يا يوسف أندي إنك تسوق بيد واحدة وتعشق بيد واحدة، باقي يقول لي تدعس بيد واحدة بعد. فتم، أنا ضيعته صراحة، ضيعت حسابه. إن شاء الله ألاقي الكومنت حقه، والله إني ضيعته للأمانة، لكن تم التحدي، تم، ما عندي أي مشكلة. وإيزي من الحين أقول لك، إيزي لعيونك. لفجي خرب، ولا أقسم بلان. أح فجهك. هو صراحة أنا مفروض ما قبل التحدي لأنه سهل صراحة، من أسهل التحديات اللي جتني أني أسوق بيد واحدة، لأني أنا أصلاً أسوق بيد واحدة، ما في فرق. ولو أنه يركز المقاطع بيلقاني أنا أصلاً أسوق بيد واحدة، ما أسوق بيدين، أنا أحب أسوق بيد واحدة أصلاً. واللي تابعني بالإنستغرام بيدري أن أنا دائماً أصور وأنا ألعب بيد واحدة وأنا لابس في آر. إيزي إيزي صديقي، إيزي. معلش. اي كوريلا بس عد المايك المايك المايك. سو ايزي سو ايزي ما فرند، جيبوا لي تحدي زي الناس. اسلم اسلم. خلاص اوكي، بس يا سلام. يلا 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 لعيونك يا ابو تحدي. هتشوف يدي بس، بوسه لك هذه. وو لو 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 لو. اوه صح، تعشق بيد واحدة، نسيت، معليش اسف، نسيت والله والله نسيت، تو عشقت بيدي اليمين. تبي يعني اوكي تبيها كذا انت صح؟ اصبر، هي هي ايه التعشيق صار صعب. طيب اصبر، يعني ايش رايك اودي يدي كذا والعب احسن صح؟ ووو كله يا اخي، كله ذي دائما اقبعها انا والله، دائما حتى في المقطع اللي راح. اسمع اسمع، ايش رايك صعب التحدي شوي؟ بجرب بجرب شوط واحد بس، بسوق برجل واحد. ايش رايك؟ يلا يلا تست تست. مشكلة رجلي توجعني والله، تكرمون يا جماعة الخير والله تكرمون. دقيقة بس اصبر، بجرب برجل بالفروسية. هوا يدسون. والله ما قبعت. اسلم، ايش في ذا؟ والله يا عداني العيب، شفت؟ برجل واحدة اسوق والدهايط علي بيده، برجل اسوق برجل انا، تستهبل انت. يلا عروبة عروبة. طيب يا جماعة الخير، خلنا أعطيكم موضوع الدزة. بما أني ما شاء الله تبارك الله قربت على 50,000 ولله الحمد، وأنا ما شاء الله مالي في اليوتيوب يمكن 6 شهور تقريبا، اللهم لك الحمد والشكر، هذا من فضل ربي. فمايك المايك الطيب، إيه المايك. فقررت يا جماعة الخير أني أسوي فقرة خلاص فك المايك. اي صح التحدي صح نسيت. فقررت يا جماعة خير اني اسوي فقرة اسئلة اسألني
بمناسبة 50,000. تابعني في الانستغرام عشان تطرح لي سؤالك. طبعا حطيت مكان الأسئلة في الهايلايت، بتحصل سؤال 50 الظاهر كاتب على الهايلايت، ادخل واكتب سؤالك. انا ما راح اقرا الاسئله لين اوصل 50,000. باقي لي تقريبا على 50,000 3,000 تقريبا او 4,000. عموما باقي عدد بسيط باذن الله انكم ما راح تقصرون معي وراح تجيبونها لي ان شاء الله. ف يلا اسالوني نكمل المقطع. طيب احنا ايش كنا نتحدى، رجل ولا يد؟ والله نسيت. اي يد صح. يلا العب. دقيقة بس 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 بس. يلا شلع. لا 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 غلط. دريت انا اصلا دريت وانا فاك. يا اخي خلونا على تحدي رجل واحدة، احس اصعب يا اخي. واحلى يا اخي، احس بحماس. ماني متحمس بيد واحدة يا اخي، لاني انا من جد العب بيد واحدة صدق ترى، فما تفرق معي. خلاص رجل رجل رجل، يلا رجل. خلونا على الرجل. والله رجل الواحدة صعب. وش رايك مسوي تحدي خلي الموتر ينطل بنفسه؟ والله تحدياتكم. بس تحدي اليد واحدة والله سهل ترى صدق، سهل سهل. يعني ما احس فيه تحدي يعني بالنسبة لي انا، ما ادري على الباقيين والله. ايوه الشارع ده ما قد وصلت، انا ما قد وصلت هالمرحلة فما ادري ايش وضع الشارع. بس اصبر رجل 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 واحدة. يلا اصرم. عندي مشكلة في الاول، انا عندي مشكلة في الاول. خلاص 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 يكفي تحديات، خلوني العب على كيف يا عيال. قال لك يد واحده، قال لك رجل واحده. والله رجلي وجعتني ويدي وجعتني تكرمون. يدي الله خلاص. مش مش هو الشارع ده اول مره اوصل له والله. هو توني اوصل ذا الشارع. يهو والله توني اوصل ذا الشارع، اول مره اشوفه بحياتي. دقيقه بدور له، والله عجبني. اسلم الثانية. ايش رايكم طيب؟ تبون شوط بالشارع اللي قبل شيء ذا بيد واحدة؟ يلا يلا ولا تزعلون. يلا اوكي بغيت اكسر الجير. تبدأ الشارع ذا حلو، وين ذا؟ أول مرة أجي والله. بس فكونا من سالفة أعشق بيد واحدة وسوق بيد واحدة، ما تفرق ترى، بس إنك قاعد تعذبني بس. خلني أعشق باليمين وأسوق باليسار، خلاص تكفيك. أسلم الأولى. هذه بيد واحدة ولا تزعل. ادرسون يدرسون عكسيات يدرسون. السلام عليكم، وين الغداء؟ في خمس في الصالة. خمس في الصالة. هذا المصطلح الحقيقي لخمس في صالتكم هذه. اه
هذا كفرة تحت ما تشوف الثالث كيف. قاعد اشم ريحة كلتشات. اشلع. ادرسون. والله الشوط خالع. هاي اللي سويت تستهبل. تبون تعدي بد ولا خلاص؟ ولا تبون نرجع نجرب رجل؟ برجل والله رجل صعب صراحة، رجل واحدة صعب. ورجلي توجعني والله بيني وبينكم. أنا أقول كنسل رجل واحدة. والله رجلي توجعني بيني وبينكم. هذا واحد، وثاني شيء ثريست ماستر صعب رجل واحدة والله. انا كنت اسوق برجل واحده الصدق بالجي 25 لانه كان مو بزي ذا، هذا سريع دركسون سريع شوفه فصعب والله. 25 ارسى شوي. خلاص خلونا نرجع على العروبه نمزع شويتين بيدين مو بيد ولا برجل. خلاص نستمتع شوي. يلا يلا وين نشلع من بعد النزله ولا وين؟ دقيقه انا اذكر في نطه. اي هنا بس اشلع. يو يو اي صح كنت بكمل، انا كنت بقص دوار نسيت. خلاص كمل كمل. والله ناقص التفتفة اللي فيها فلتر. يلا لعيونكم لعيونكم العروبة العروبة. يو يا لولا. وشو؟ شو 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 ما ادري ايش جا الموتر. كذا عطف النفضة ذي. ثلاث واربع. والله ثلاث واربع دقيقة. هذه الأولى. ثانية. ثالثة. وبرم. هذه الأولى. هذه الثانية. ثالثة. الرابعة يا مجنون. ياهو. في وجهك. ايوه الدوري قبعة شارجر. ياهو التزلج. بس بس دقيقة 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 دقيقة. من وين من وين من بعد الموتر؟ لا لا كذا فك. والكرلا والله احسبها الكرلا. كنت شوي اقبع الكرلا في ال ما ادري ليش. كبرات تمسحت راحت فيها الكبرات. شو الموتر صار يتزلج. حلو لما صار يتزلل. صار مشكلته اذا تكه تكه خلاص. لحظة 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 من وين نفك؟ من وين نفك؟
من هنا اشلع يو يا لولا يو يا الثاني لولو ياهو اضرب ام حماس يا شيخ يمين بالله دائما اخر شوط اقبع خلاص وبهنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى ان المقطع عجبكم اذا ما كنت مشترك القناة لا تشترك ولا تنسى زر اللايك وتحصل رابط متجري في وصف المقطع ولا تنسى تابعني في الانستغرام بحط لكم حسابي في الانستغرام حطيت لكم اياه بداية المقطع وبحط لكم اياه الان نهاية المقطع وتحصل في الهايلايت في الهايلايت اسئلة 50,000 اسألني وبإذن الله راح اجاوب على سؤالك